يسعد أوقاتكم زملائنا وزميلاتنا بكل مكان. معكم دكتور وائل ظريف من سوريا، من مدينة حما، أخصائي جراحة فم ووجه وفكين، ورئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بمشفى حما الوطني. بداية بحب أتشكر دكتور مازن دوماني على هالدعوة الكريمة وإتاحته المجال إلي لأني ألقي محاضرة بمؤتمر طب الأسنان مباشر الخامس. كل الشكر له على جهوده الحقيقة بنشر العلم بشكل مستمر ومتواصل. المحاضرة اليوم راح تكون بعنوان Cleft Palate Repair One or Two Stage، إغلاق شقوق قبة الحنك، هل بمرحلة واحدة أم بمرحلتين؟ مثل ما بنعرف، شقوق قبة الحنك هو تشوه ولادي خلقي بيصيب الأطفال. ما راح أدخل أبدا بتفاصيل الأسباب والنشوء الجنيني والتطور الجنيني، الإمبريولوجي والإنسيدنس والنسب والأسباب والآليات. هاي المعلومات الأساسية اللي ممكن نحصل عليها بسهولة راح نتركها وننتقل مباشرة للأشياء العملية يلي بتفيدنا لحتى تكون المحاضرة عملية أكثر منها نظرية. أهداف الجراحة الحقيقة، نحن لما بنعمل جراحة لنسكر شقوق قبة الحنك، من أهدافها الهدف الأول وبشكل طبيعي هو إغلاق الكليفت، إغلاق الشق، لحتى أرجع الفصل بين الأنف والفم وسكر هالفراغ. من أهداف الجراحة أيضاً إعادة الناحية الوظيفية الفانكشنال أسبكت، من ناحية البلع، من ناحية النطق والكلام، ناحية وظيفة نفير أوستاشين تيوب يلي بتعمل لي مشاكل لاحقة بالأذن الوسطى وقد تؤدي لفقدان السمع ببعض الأحيان. طبعاً هالشي سببه هو تشوه العضلات، مثل ما احنا شايفين بالصوره ارتكاز العضلات ومنشأها بالكليفت بيكون متشوه مختلف عن الوضع الطبيعي. فاعاده تموضع هالعضلات هي لشكلها الطبيعي عن طريق الجراحه بيرجع لي النواحي الوظيفيه. من اهداف الجراحه ايضا زياده طول السوفت بالات، increase posterior extent of soft palate as possible as we can، يعني انه نحن نحاول نعمل ستريتشنج للسوفت بالات باتجاه الخلف قدر الامكان، لانه هذا الشيء بيساعد اكثر بمخارج حروف جيده ونطق سليم للطفل. تامين نمو طبيعي للمركب الوجهي القحفي واستمراريه نمو بدون اعاقات. والهدف الأخير عادة بيكون هو تحسين الناحية النفسية للأهل أولاً وفيما بعد للطفل. الأهل لما بيجيون هيك طفل الحقيقة بيجونا وهن بحالة نفسية كتير تعيسة، كتير متخبطين، ما عم يعرفوا كيف بدهم يطعموه، كيف بدهم يتصرفوا معه للطفل، وبتكون كتير عندهم مشاكل نفسية. إجراء العملية بشكل مبكر بيساعد الأهل على تجاوز هالمشكلة بشكل جيد. هلأ توقيت الجراحة، أفضل وقت لتوقيت الجراحة الحقيقة في مدارس مختلفة، مدرستين أساسيات. مدرسة بتقول أنه نحن أفضل وقت لإغلاق شراع الحنك هو بعمر من 9 شهور لسنة تقريبا، منسكر فيهم السوفت بالات، وبعدين بمرحلة تانية بعمر المدرسة بعمر 4 لـ5 سنين منسكر الهارد بالات. اللي بيتبع هاي النظرية بيقول انه من اخر اغلاق الهارد بالات لحتى ما تتشكل عندي ندبة وتعيق نمو الفك العلوي، ولكن هالشيء له سيئات كثيرة رح نشوفها فيما بعد. بالمقابل في مدرسة تانية بتقول لا، منسكر بمرحلة واحدة، وكمان هاي المدرسة بيختلفوا بأنسب عمر، هل هو عمر مبكر 7 من أشهر أو لا بعمر سنة، أو متأخر قليلا عمر سنة ونص لسنتين. الحقيقة نحن دائما نتبع الجراحة المبكرة،
ومن مزايا الجراحة المبكرة أنه أنا بأمن تطور أفضل لعضلات البلعوم وشراع الحنك البلاتال والفرينجال مسل، بيكون تطور أفضل لما من عمر صغير برجعها لطبيعتها. بيسهل عملية الغذاء من محاسن الإغلاق المبكر للطفل، وبالتالي صحة جسدية أفضل ونمو أفضل للطفل. بيحسن المهارات الكلامية والصوت والنطق، مثل ما بنعرف بعمر سنة بيبلش الولد بده ينطق بعض الأحرف، فلما بيكون العضلات بلشت تاخذ وظيفتها الطبيعية بيكون النطق أفضل بالعمر المبكر. تحسين وظيفة نفير أوستاش، وبالتالي بيجنبني مشاكل بالأذن الوسطى ونقص بالسمع. تحسين الصحة الفموية، لأنه رجعت فصلت أنا الأنف عن الفم، وبالتالي ما عاد عندي فضلات بقايا طعام ممكن تتسرب بالأنف وتعمل إنتانات بشكل متكرر. ومثل ما حكينا تحسين الناحية النفسية للطفل وللأهل. هلأ بالمقابل هالحسنات، في عندي صعوبات الحقيقة بالجراحة المبكرة. أحدى هي الصعوبات أنه صعوبات جراحية بالتكنيك الجراحي، بالمانجمنت والمانيبوليشن، التم صغير، الفتحة صغيرة، السمول أناتومي ستراكشرز، يعني البنى التشريحية الصغيرة، العضلات الرقيقة اللي بتخلي من الجراحة صعبة وبحاجة لمهارات كتير كتير عالية. والصعوبة الأخيرة، أو خلينا نقول السيئة الأخيرة للإغلاق المبكر، هي تأثيره على النمو العرضي للفك العلوي، ولكن هذا التأثير نقدر نتغلب عليه بسهولة بالمتابعة التقويمية. أصلاً كل مرضى شقوق شفة وقبة الحنك بأي تكنيك رح ينشغلوا بحاجة هن لمتابعة تقويمية لتوسيع الفك ورصف الأسنان بشكل جيد، وبالتالي ما عندنا مشكلة من هالناحية هي. بالنسبة لهل منقوم بالجراحة بمرحلة واحدة أم مرحلتين، الحقيقة أنا بفضل دائماً أنه نشتغل بمرحلة واحدة. من مزايا المرحلة الواحدة one stage over two stage، يعني الميزات اللي بناخدها من المرحلة واحدة بالنسبة لمرحلتين، أول شيء أنه أنا ما في داعي لأعمل جراحة تانية، وهي نقطة كتير مهمة، ما في داعي لعرضة الطفل لعمل جراحة جديد، تخدير عام مرة تانية. احتمال أقل لتشكل نواسير، رغم أنه للوهلة الأولى العالم بتفكر، نحن بنفكر أنه إذا بعمل الجراحة بمرحلة واحدة فراح تكون أصعب وراح يتشكل معي نواسير. لا أبداً، بالعكس، إذا بعملها بتكنيك صحيح بيكون احتمال تشكل النواسير أقل، لأنه أصعب نقطة بالتو ستيج هي نقطة التقاء شراع الحنك السوفت بلات مع الهارد بلات، شراع الحنك الرخو مع الصل، وبهي النقطة أكثر شيء بيصير فيها النواسير أو الفيستولا بالتو ستيج. من مزايا الوان ستيج أنه أنا ما بعود بحاجة لتعويض أو سدادة أو تعويض مؤقت للطفل بين الوان ستيج والتو ستيج لحتى أمن له الناحية الوظيفية والكلامية والبلع. وبنفس الوقت بيصير عندي تطور أفضل للنطق، لأنه بيصير تطور أفضل للعضلات، وبيحسن الناحية النفسية للطفل، وبيزيد ثقته بنفسه الحقيقة بين أقرانه وبين أصدقائه الأطفال بالمدرسة، لأنه مثل ما بنعرف نحن بالمرحلتين، المرحلة الثانية بتتأخر لعمر دخول المدرسة تقريبا، بصير الولد واعي، واعي لمشاكله، واعي لنطقه، وهذا الشيء بيعمله كتير إحراجات وقلة ثقة بالنفس. رح نعرض شوية دراسات لندعم الحديث يكون بشكل علمي. دراسة من مجلة Cleft Palatal and Craniofacial Journal بال 2018. هاي الدراسة بتحكي عن نوعية الصوت Voice Quality in Adults يلي تعالجوا ب One Stage or Two Stage Surgery. وبالحقيقة نتيجة الدراسة بتقول إنه ما في أي فرق كان بالنسبة للمرضى يلي كانوا بمرحلة واحدة أو بمرحلتين بالنسبة للتصويت،
وللكلام. دراسة ثانية على نمو الفك العلوي والكلام، نتائج نمو الفك العلوي والكلام بالنسبة للأطفال اللي عملوا مرحلة واحدة أو مرحلتين. هي الدراسة بالكرانيوفاشيال سيرجري جورنال بال 2017 بتقول إنه no conclusive evidence of a relationship between one or two stage palatoplasty and facial growth. يعني ما في أي دليل لأنه في علاقة بين إنه مرحلة أو مرحلتين بالنسبة لنمو الفك أو للكلام أو لحتى تشكل النواسير الفيستولا فورميشن. كمان دراسة للأطفال السويديين بعمر 3 سنين لتقييم القدرة على التصويت. نتيجة الدراسة بتقول إنه بالون ستيج كانت المشاكل كتير أقل من التو ستيج بالنسبة للفونولوجي للأداء الصوتي للأطفال للكلام والصوت. هاي الدراسة عملت بال 2015 عن الدراسة علاقة إنه مرحلة واحدة أو مرحلتين بنمو الفك العلوي، والحقيقة نتيجة الدراسة كانت إنه بالأنتيريو بوستيريور ريليشنشيب ما كان في أي اختلاف مهم بين one stage or two stage، ولكن بالترانسفيرسال ريليشنشيب كان في نتيجة أفضل للتو ستيج أوفر وان ستيج. يعني مثل ما حكينا سيئة الوان ستيج الوحيدة إنه الندبة المتشكلة ممكن تعمل مشكلة بالنمو العرضي. هلأ نحن من خبرتنا الحقيقة إنه دائماً في مشكلة بالنمو العرضي سواء بالوان ستيج أو بالتو ستيج، رح يصير في تديق بالفك العلوي وهو بحاجة لتوسيع تقويمي. شان هيك إنه هاي المشكلة ما نزات أهمية كون الطفل رح يتابع تقويميا بمرحلة لاحقة. تقنيات الإغلاق الجراحي، التكنيك الجراحي المتبع، أشهر تكنيك هو الفون لافنبانك تكنيك، وهو في له طريقتين حقيقة. طريقة الشقوق المحررة releasing incision، ومنعمل مننظر حواف الكليفت ومنخيط على طبقات مع شقوق محررة ببساطة. الطريقة الثانية يلي هي الطريقة البايبيديكال فلاب، ثنائية الشريحة منسميها، نفس التكنيك ولكن بدل ما نعمل شقوق محررة بنفصل الشريحة بالكامل. والحقيقة هذا التكنيك الأكثر شيوعاً والأكثر استخداماً، وهو اللي بيأمن لي نتائج أفضل. مشان هيك رح نحكي بدقة شوي عن هذا التكنيك، لأنه هو معظم العمليات يلي نتبعها بتكون بهالتكنيك. هذا التكنيك منشوف أول شيء منقيم عرض الشق. لاحظوا انه هون شق ضيق، هون شق متوسط، هون شق عريض. كل ما كان الشق عريض فالانسجن يلي انا بدي اعمله على حواف الكليفت باخده باتجاه الوحشي اكثر. يعني هون بعيد نصف ميلي عن حافه الكليفت، هون بعيد واحد ميلي، هون بعيد واحد ونص تقريبا ميلي. الهدف انه امن مخاطيه انفيه نازل ميوكوزا لحتى أقدر أغلق الكليفت على طبقات، على طبقة مخاطية أنفية وطبقة مخاطية فموية. بعدها بنبلش بإجراء الشق. كمان نقطة كتير مهمة ويعني هنت مهم بالشغل، إذا أنا بمسك المشرط وببلش من اللوهات من الأوفولا باتجاه المنطقة الأمامية سحبة وحدة، فما حتكون ايدي ثابته بالمشرط لانه رح انتقل بمنطقه من السوفت للهارد بالات وممكن تزحل ايدي. وبالمقابل نفس الشيء اذا ببلش من المنطقه الاماميه باتجاه اللوهات باتجاه الخلف، كمان في صعوبه بالمنطقه الاماميه كثير انه اخذ شيء دقيق ونظيف. عشان هيك افضل طريقه اني ابلش من نقطه التقاء شراع الحنك الصلب مع الرخو، ببلش من هاي المنطقه اولا باتجاه اللوهات باتجاه اليوفولا اللوهات، وبعدين برجع من نفس المنطقة اللي بلشت فيها
بمشي فيها بالعكس باتجاه المنطقة الأمامية. بعدين بنعمل الشق الجانبي يلي هو بيكون بعيد حوالي 3 ملم عن قمة السنخ أو عن حواف الأسنان، ومنبلش نرفع شريحتنا، منحرر ابتداء من الشق الجانبي المحرر بروافع السمحاق، ونفصل المخاطية الفموية كاملا. ممكن بالتسليخ بعد ما أفصلها أني أستعمل تسليخ باستخدام الشاش، شاش صغير. هذا الشيء بيساعدني لأني أحمي منطقة الحزمة، الحزمة الوعائية، مثل ما بنعرف تروية البالات بتجي من العصب الحنكي، من الجريت بالاتين فوسا. فالتسليخ بالشاشة بيساعدني لأحمي هالمنطقة. هلأ هون كتير مهم أني أنا سلخ حوالين الحزمة بشكل كامل وأعمل stretching للحزمة out of the fossa، يعني أنه بسحب شوي الحزمة، لأنه هاي المنطقة اللي هون يلي هي تقابل منطقة التقاء الحنك السوفت مع الهارد البلات، هي أكثر نقطة لتشكل الفيستولا النواسير. والسبب غالبا هو وجود الحزمة بهالمنطقة اللي بتخلي ما بيضل في توتر بالشريحة بهالمنطقة إذا ما قدرت سلخ الحزمة بشكل جيد وأفصلها عن حواف الثقبة الحنكية الخلفية اللي طالعة منها. بعد ما حررنا الشريحة وحررنا الحزمة، بنبلش بنفصل العضلات الارتكاز الخلفي لقبة الحنك الصلبة، ارتكاز العضلات على الحافة العظمية الخلفية مع ارتكاز العضلات على الهاميلوس، على الشص الجناحي للعظم الوتدي الهاميلوس. هاي المنطقة كتير مهم تسليخ العضلات فيها، أي ارتكاز بسيط بيبقى للعضلة هو بيكون سبب بنكس. وكتير أوقات منفكر حالنا سلخنا منيح العضلات ولكن بيضل في ارتكازات ألياف بسيطة، مشان هيك لازم نعطيها عناية شوي دقيقة لنسلخ الارتكازات بالكامل، ما نترك أي ارتكاز عضلي على العظم. بعدها منبلش منسلخ الغشاء المخاطي الأنفي النازل لير أو النازل ميكوزا، منسلخه بروافع السمحاق بلطف شديد لأنه الغشاء المخاطي بيكون كتير رقيق وسهل بسهولة ممكن ينسقب، وكل ما سلخته أكثر بحس أنه هو بيمط بيشد معي أكثر. بعدين ننتقل لمرحلة الخياطة، منبلش بالخياطة من المنطقة الأمامية، منخيط الغشاء المخاطي الأنفي أولا من الأمام باتجاه الخلف كاملا. بعدين ببلش بخيط، بكمل الخياطة، بخيط العضلات، وبعدين بلف وبرجع بالمخاطية الأنفية من الخلف باتجاه الأمام. أهم نقطة إنه الخياطة لازم تكون vertical mattress، خياطة ماترس عمودية، وضمن الخياطة لازم اشبك المخاطية الفموية مع المخاطية الأنفية. هذا سبب أساسي بنجاح العملية وعدم حدوث النواسير. ما بيصير اجري خياطة عادية مثل هون خياطة متفرقة، لازم تكون خياطة vertical mattress engaging الأورال ميكوزا مع النازل ميكوزا. وآخر شيء منسكر الجرح، ممكن نعمل إذا لقينا بنقدر نعمل قطب بسيطة على الجوانب. هي القطب أبداً ما هدف أغلاق الجرح، بالعكس تماماً، هون الجرح لازم يضل رخو ولكن هدف تثبيت حتى حواف الجرح ما تضل مفتوحة وتفوت بقايا الطعام، وبنفس الوقت تقريب لطيف للحواف بدون أي توتر. ممكن نضيف زد بلاستي
لشراع الحنك الرخو بهالطريقة بهذا التكنيك بالحالات اللي بيكون فيها عدم تناظر، يعني جهة أطول من جهة بالكليفت، فأنا لحتى أمن طول متوازي بعمل زيت بلاستي، أو لحتى أطول شراع الحنك بالمجمل بنفس التكنيك. التكنيك الثاني الأشهر بعد لامفنبينغ هو طريق فو واردل. الحقيقة هذا التكنيك يستعمل فقط للشقوق الغير كاملة، يعني اللي هي فقط السوفت تيشو مع سوفت بلت، عفوا مع جزء من الهارد بلت أو فقط سوفت بلت. ميزة هذا التكنيك أنه طريقة الإجراء الشرائح، طريقة الإنسجن بيساعد بأنه نطول شراع الحنك وندفعه باتجاه الخلف أكثر، وبالتالي أمن ناحية أفضل للنطق والكلام ومخارج الحروف، لأنه الشرائح ممكن تنزلق بهالاتجاه يلي أنا قصيت فيه الشريحة، وبالتالي تطول الشريحة باتجاه الخلف. من التقنيات اللي لازم نذكرها ولكن ما عادت نشتغل فيها أبداً هي تقنية الشرائح الأربعة أو تقنية إكسفورد. هاي التقنية مثل ما موضحة بالشكل، مشكلتها إنه بتترك مساحات متعرية كبيرة من العظم، وبتعمل ندبات شديدة بتأثر كتير على نمو الفك وبتعمل تشوه بالفك، مشان هيك ما عدنا استخدمناها. نفس التكنيك ممكن نستعمله بالشقوق ثنائية الجانب الشرائح الأربعة. طريقة فورلو اللي هي دبل زد بلاستي، كمان هي الطريقة شوي أجريسيف، ميزتها إنه بتعطيني طول حلو بشراع الحنك، ولكن للأسف ما بترجع العضلات لشكلها الطبيعي، وبالتالي بتعمل تقلص ندبة تقلصية قوية، وبتأثر على نمو الفك العلوي بشكل كتير كتير سلبي، بشكل إنه حتى مع العلاج التقويمي صعب إنه نوصل لنتيجة. بهذا التكنيك بنعمل زيت بلاستي على الغشاء المخاطي الفموي، وبعد ما منسلخه بنعمل زيت بلاستي معاكسة على الغشاء المخاطي الأنفي، ومنخيط الزيت بلاستي الأولى والزيت بلاستي الثانية، وطبعا دائما ماترس الخياطة ماترس عمودية، ولكن مثل ما قلنا بتعمل تشوه شديد بقبة الحنك بالسوفت بلت وبتأثر على نمو الفك، كان هيك ما عدنا استعملناها. بالشقوق الثنائية الجانب والشقوق العريضة كثير ممكن نستعين بالفومر بالميكع، شريحة الميكع فومر فلاب، لحتى نعمل إغلاق أفضل للمخاطية الأنفية، لأنه لما بيكون الشق عريض كتير وخاصة بالشقوق ثنائية الجانب صعب توصل المخاطية الأنفية من الجهة اليمنى للجهة اليسرى، فمناخد شريحة من الميكعة، نعمل إنسجن على قمة الميكعة، ومناخد الطرف اليميني من خيطه مع الغشاء المخاطي الأنفي اليميني، والطرف اليساري من خيطه مع الغشاء المخاطي الأنفي اليساري، ومنتابع بقية الإجراءات مثل العادة. هي شكل ترسيمي هون عنا لطريقة شريحة الميكعة، مثل ما شايفين بالشكل الترسيمي بناخد شريحة الميكعة من المنتصف، منخيط الطرف اليميني مع المخاطية الأنفية، والطرف الثاني مع المخاطية الأنفية بالجهة اليسرى، وبعدين منخيط شراع الحنك. لاحظوا الخياطة الماترس العمودية الفيرتيكال ماترس يلي بتخلي تماس لصيق بين الغشاء المخاطي الفموي والغشاء المخاطي الأنفي، ما بتترك لي أي فراغ بيناتهم، وبالتالي ما بيصير ورم دموي، وبالتالي ما بيصير في نكس بالحالة. طبعا من تقنيات الإغلاق تقنية التو ستيج المرحلتين، اللي هي إنه نحن بنفكر الغشاء المخاطي عفوا السوفت بلت أولا بمرحلة،
بنفس التكنيك، شقوق إرخاء صغيرة بتطير بالمنطقة الخلفية. منسلخ نفصل الغشاء المخاطي الفموي عن العضلات والغشاء المخاطي الأنفي عن العضلات، ومنعمل الخياطة على طبقات غشاء مخاطي أنفي وثم غشاء مخاطي فموي. وبمرحلة تانية منسكر الهارت بلات. المشكلة مثل ما حكينا أنه هاي النقطة اللي هون، نقطة التقاء السوفت بلات مع الهارت بلات، غالبا بالمرحلة الثانية بيصير تشكل ناسور عندها، لأنه كتير صعب تكون هون صار في ندبة ليفية بهالمنطقة، كتير صعب أنه تتسلخ بشكل جيد لحتى يتم إغلاقها بشكل مناسب. طبعا الأسبوع العالمي للتوعية لشفة قبة الحنك هو من 5 إلى 13 أيار للتوعية. هلأ منجي للخطوات العملية. مثل ما حكينا لازم يكون عندي أنا لأشتغل تكنيك نظيف بـ one stage surgery وبعمر مبكر، لازم يكون عندي المهارات الجيدة والأدوات الجيدة، كمان لازم يكون عندي أدوات جراحة مجهرية مع حامل مشرط ممكن تعديل زاوية رأسه، فاتح فم خاص، روافع سمحاق خاصة، ومقصات بأشكال مختلفة. هدول حوامل مشرط كالبل طوال، كل ما كانوا أدواتي أطول، الفورسيبس، البارتكوين، الحامل المشرط، كل ما بقدر اشتغل بسهولة أكثر، وخاصة أنه تم المريض صغير وأنا صعب توصل إيدي لجوا. لاحظوا شكل المقص يلي بيفيدني اني اوصل لكل المناطق، مقصات للتسليخ بزوايا مختلفة، فاتح الفم الخاص مع مباعد شفاه بقبة الحنك، بارتكوين، بنس الخياطة، حامل الإبر، شو ما بعرف شو بتسموه البارتكوين، في بارتكوين خاص بيكون في شق عمودي برأسه بيسمح لي اني امسك الابره بشكل عمودي، يعني بمسك الابره فيه بشكل عمودي بالاضافه للمسكه العاديه الافقيه للابره. هالادوات كتير مهمه لتساعدني لاني اقدر اعمل عمل جراحي نظيف نوعا ما. رح نبلش بعرض حالات سريريه. هي حاله شق قبه وشراع حنك، عملناها بطريقه ولكن بطريقة بدون شرائح ثنائية، فقط شقوق محررة لأنه الشق ضيق كان ما نو كتير عريض. شق محرر، حررنا المخاطية الأنفية الفموية وفصلناها عن المخاطية الأنفية بالداخل، ولاحظوا هاي طبقة العضلات بالنص كمان لحالة مفصولة، ومنبلش منعمل الخياطة من الأمام باتجاه الخلف. ليك هون أول ثلاث أطب معمولين بخياطة مقلوبة inverted لحتى العقدة ما تجي بين الطبقتين، ما تجي لعقدة الخيط بين النازل ميكوزا والأورال ميكوزا، وبالتالي تعمل لي مشكلة أو نكس أو هيماتوم أو رد أو أي شيء. فالخياطة مقلوبة بتكون مبلش فيها من الأمام باتجاه الخلف. أنا عادة بستعمل خيط فكريل 5 أو 6-0 حسب سماكة النسج الموجودة، وبعدها منخيط المخاطية الفموية مثل ما شايفين vertical mattress، وبالvertical mattress باخد المخاطية الأنفية مع الفموية بالقطبة بالروحة وبالرجعة حتى ما أترك أي فراغ ممكن يعمل لي ورم دموي. وبعدين ممكن أعمل قطب متفرقة بين قطب الماترس إذا حسيت في داعي إلون. هاي الحالة بعد أسبوع، هاي الحالة بعد حوالي 3 أسابيع بلشت تنحل قطب الفكريل. حالة تانية الحقيقة شق عريض بشكل واضح من الحالات الصعبة. منعرف صعوبة الحالة نحن من وضع اللوهات اليوفولا. أوقات بيكون الشق عريض ولكن اللوهاتين متلامستين، هذا الشيء بيسهل علينا العمل الجراحي الحقيقة. أما لما بيكون هيك فبتكون من الحالات الصعبة. نفس الشيء، خلخنا عملنا شرائح باي بيديكال فلاب
ثنائيه. لاحظوا هي الشريحه كلها حره، وهي الحزمه العصبيه يلي طالعه من الثقبه الحنكيه الكبرى او الخلفيه. وكل ما بعمل ستريتش للحزمه كرمال انه حرر اكثر شريحتي لتكون حره. هذا مقطع فيديو رح نشوف مشكله كثير كثير صعب التصوير داخل الفم بهيك عمليات ولاطفال باعمار صغيره. لاحظوا هاي الشريحه من هون بعدناها، ولاحظوا قديش حره عم باخذها وجيبها، ما في شيء ماسكه غير الحزمه طبعا. وهذا الغشاء المخاطي الانفي، لاحظوا كيف كمان رخو صار على التسليخ، صرنا نقدر نشده. الجهه الثانيه نفس الشيء، غشاء المخاطي الفموي والحزمه، هي الحزمه ها وراها وقدامها ممسوكه، هي الحزمه طالعه وداخله بالشريحه عشان تامن ترويه الشريحه. تمام، لاحظوا رح الشرائح حره، بنحاول نقربهم لبعض، بنلاقي انه هن بيوصلوا لبعض بدون اي توتر. هي الحالة بعد حوالي أسبوعين، طبعا هذا الإغلاق الأولي، نفس الشيء vertical mattress مع قطب تثبيت مع تقريب لطيف بدون شد على الأطراف. طبعا هي مدينة حماة تشتهر بالنواعير وبنهر العاصي، فدعوة للجميع لزيارتنا بحماة. وهي المشفى الوطني، نحن هون بالطابق الرابع، شعبتنا شعبة جراحة الفكية، بتشرفونا بأي وقت. حالة جديدة الحقيقة، ما هي من الحالة اللي كانت الحالات الصعبة. طفل بالرغم من أنه ما أنا كثير عريضة، يعني متوسطة، بس مثل ما أن اللوهتين متباعدتين، والطفل بعمر 7 أشهر، يعني بعمر مبكر يعتبر. طبعا الطفل عملنا له بعمر 2 شهر 2.5 اغلاق للشفه، وهلا بعمر 7 شهور رح نسكر شراع الحنك بنفس التكنيك بنفس الطريقه. تم الاغلاق على طبقات فيرتيكال ماترس، هي نتيجه الخياطه بعد حوالي اسبوع. هاي الخياطة بعد 2 أسابيع. لاحظوا هذا المظهر يلي هون، هالثقب يلي موجود. أنا لما شفته قلت أوه بدك تسجل هلأ أول حالة نكس عنا بهالتكنيك. بس مع هيك قلنا من رائب منشوف، لأنه نحن مخيطين كتير منيح. نفس المريض راجع بعد 2 شهر والثقب اختفى تماماً. طبعا السبب ببساطه انه تكنيك الخياطه، انه نحن الخياطه هي فيرتيكال ماترس، وبالفيرتيكال ماترس انا جامع المخاطيه الانفيه مع المخاطيه الفمويه سوا، وبالتالي لما فتحت شوي محل المخاطيه الانفيه عفوا الفمويه، فكان تحت مباشره ملتصق فيها المخاطيه الانفيه المسكره، فما تشكلنا سور، رجعت تندبت وسكرت. وهي الطفل بعد 2 سنين، بعد 2 سنين ما في اي ناسور، قبه حنك ممتازه، حتى نمو عرضي كثير حلو للفك العلوي. هي صوره الطفل وقت العمليه، وهي صورته بعد 2 سنين. لاحظوا شكل الفك ونمو الفك وتطور الفك، رغم انه في ندبه بقبه الحنك الا ما كان في اي تشوه. هذا دليل انه نحن كل ما بكرنا اكثر باجراء العمل الجراحي، كل ما باخذ نتائج افضل وتطور افضل للعضلات. ولكن بالمقابل الموضوع كثير كثير حساس، يعني اذا ما كان عندي المهاره والقدره والادوات فانا بعمل كارثه للطفل، لانه فشل اول عمليه بيخلي احتمال فشل العمليات التاليه جدا عالي وكثير صعب تصحيحه. حالة ثانية، شق عريض، عملنا تسليخ للشرائح. هي الطريقة عملناها بطريقة فو،
انزلاقية لحتى أشوفه قصير شوي شراع الحنك لحتى نقدر نطول السوفت بالات. نفس الشيء أخذنا الشريحة، لاحظوا الحزمة، الشريحة حرة تماما، ما في غير الحزمة، حتى العضلات بالخلف مفصولة تاركينة. لاحظوا فو تكنيك، أخذنا بشكل انزلاقي لحتى نقدر نسحب الشريحة لتحت. وطبعا في عندي أنا ما كتير واضحة بالصورة، ولكن عندي هذا الجزء أطول من هذا الجزء، مشان هيك هون عملنا شريحة طرف أعلى من طرف لحتى نقدر نوازن بيناتهم. هاي الحالة للطفل بعمر 10 شهور العمل الجراحي. هاد إغلاق المخاطية مثل ما قلنا بخياطة متفرقة بقطب مقلوبة فكريل 5 أو 6-0، وهي إغلاق المخاطية الفموية مثل العادة vertical mattress. وهي صورة الطفل هو عم بفح ويبكي. ما تتخيلوا يعني قديش الحقيقة صعب تصوير الطفل لما بيجي بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، إنه نقدر نأخذ صورة لخبة الحنك للطفل بهالعمر، إنه يفتح نمو وتطلع صورة ناجحة. هاي مقطع فيديو شوي بيوضح كيف منسلخ خلف الحزمة، مندخل المقص التسليخ ومنسلخ. أنا عندي سلخت المنطقة الأمامية، الحزمة هون بهالمنطقة بالنص، وأنا عم سلخ خلف الحزمة المخاطية الأنفية عن العضلات وعن المخاطية الفموية، وبنفس الوقت برخي الحزمة أكثر شوي بداية أني أعمل لها ستريتش. كمان مقطع فيديو ثاني، إحدى الطرق يلي بقدر أنا استعمل هوك لحتى أحمي الحزمة ولحتى كمان مططها شوي. الهوك بيكون كليل، يعني راسه مانو مدبب، مانو حد، بلانت، كليل، بمسك فيه الحزمة بعدها كرمال أني سلخ العضلات بشكل جيد جدا عن الحافة الخلفية للعظم خلف الحزمة وعن الشص الجناحي أو الهاميلوس. سلخ العضلات بشكل ممتاز، أعمل ديسكشن للمسلز مشان زملائنا يلي ما بيدرسوا باللغة العربية. طبعا عم حاول كتير أني أحكي المصطلحات باللغة الإنجليزية لحتى يفهموا الكل علينا. كمان حالة جديدة، شق عريض نوعا ما، إغلاق على طبقات، مخاطية أنفية قطب مقلوبة inverted switcher vicryl 6-0، ببلش فيها من الأمام من منطقة الأسنان باتجاه الخلف، وبعدين برجوع من الخلف باتجاه الأمام قطب vertical لك. وهي vertical mattress vertical mattress vertical mattress vertical mattress، بيناتهم ممكن أعمل قطب متفرقة. من الشيء المنصوح فيه ولكنه كمان صعب التطبيق، انه الفيرتيكال ماترس نعملهم بعكس بعض، يعني اذا عقدة الفيرتيكال ماترس الاولى هون، الثانية تكون هون، الثالثة تكون هون، الرابعة تكون هون على طرفين الجرح. هذا كتير بيعطي شد متوازن وكمان بيخفف النكس. هاي الحالة بعد اسبوع، بعد 3 أسابيع تقريبا 4 أسابيع، لاحظوا أو أكثر شوي، بلشت القطب تدوب الفايكريل كلها. لاحظوا مهما اعتنى الطفل بيضل بقايا الحليب بالشقوق، رغم أنه كتير منركز على الأهل على العناية والغسيل بشكل دائم. وهي النتيجة النهائية بعد حوالي شهرين، لاحظوا ما أحلى قبة الحناك، اللوهات، اليوفولا، شراع الحناك، المنطقة كلها ممتازة. شق عريض نوعا ما، ونفس التكنيك والإغلاق بنفس الطريقة دائما. هلأ في نعرض بهالحالات شوي شريحة الفومر الميكعة، فومر فلاب.
ثنائي الجانب عريض جدا، لاحظوا العرض قديش، شوفوا قديش عريض. الشيء شوي بيسهل بالشراع انه شوي اللوهات متجهة باتجاه اليوفولا، الطرفين متجهين باتجاه بعض، ولكنه يعتبر من الشقوق العريضة. عملنا الشرائح كاملة، حررناهم بشكل جيد، سلخنا منطقة العصب، فصلنا العضلات عن المرتكزات الخلفية كامل العضلات لتحرر كل الشرائح بشكل جيد. هون هي عظم الفومر هون، وهي الفومر فلاب على الخط المتوسط. أخذنا جهة خيطناها هون، هي الخياطة مع طبعا هذا عظم قبة الحنك، الهارت بالاتال بون هون، هون الهارت بالاتال بون، وهي الفومر بون، وهي الفومر فلاب جهة مخيطة مع النيزل فلاب بهي الجهة، والجهة الثانية مخيطة مع النيزل فلاب بالجهة الأخرى. بعد ما منخيط الشرائح الميكعة منكمل خياطة قبة الحنك، وهي الحالة النهائية بعد الإغلاق الكامل، بعد أسبوع، بعد 3 أسابيع أو شهر تقريبا. كمان حالة عريض نفس الشيء، هي خياطة المخاطية الأنفية بالجهة مع الجهة المقابلة بقطب مقلوبة ومتفرقة، ومنبلش فيها من الخلف، عفوا من الأمام يعني الأسنان باتجاه الخلف. هاي الخياطة كاملة، لاحظوا هاي العضلات هون مخيطة مع بعضها، عضلات شراع الحنك، خياطة كلها مقلوبة inverted. وبعدين ماترس 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 vertical ماترس، بنجمع فيها الطبقتين مع بعض عشان يعملوا تماس قوي. هاي الحالة الأخيرة كمان شق ثنائي الجانب لطفل، شق عريض جدا رغم عرضه، لاحظوا اليوفولا اللوهات بالطرفين تقريبا متلاقيات، ولكن شق عريض. بهيك عرض شق لا يمكن توصل شريحة النيزل فلاب باليمين مع النيزل فلاب باليسار بدون ما نستعين بشريحة الفومر الميكعة. بهي الصورة إذا ملاحظين هاي الفومر بون عظم الميكعة، الشريحة خيطنا جزء مع الجهة اليمنى وجزء تاني مع الجهة اليسرى. بعد شريحة الميكعة بالأمام هذا السوفت بلات، النيزل ميكوزا أو السوفت بلات والعضلات مخيطين. هلا هون هذا اليوفولا السوفت بالات مخيطه العضلات الانفيه ولهون، بعدين بينفصلوا بشريحه ميكعه من هون وشريحه ميكعه من هون بتكمل. وهاي الاغلاق الاخير للحاله. انا دائما بالاخير بعد ما بنخلص بدهن الجروح كلها ببوفيدون كريم، هذا بوفيدون كريم، بوفيدون بالمنطقة كنوع من التعقيم. فإذا بعد عرض كل هالحالات، العوامل النجاح السكسس كيز بهالحالات كلها، أول شيء تنشن فري سوتشر، الخياطة لازم تكون، لازم الشرائح كلها توصل لبعضها بدون أي توتر أي شد. النقطة الثانية dissect all muscles from the posterior border of palatal bone and the hamulus، يعني تسليخ كامل العضلات من الحواف الخلفية لعظم الحنك والعظم عظم الهاميلوس يلي بيرتكزوا عليه العضلات الموترة لشراع الحنك. تمطيط أو stretch the great palatine nerve out of the fossa without damaged، يعني هاي المرحلة كتير مهمة وحساسة، انه انا بحاول انه سلخ حوالين الحزمة البندل الجريت بالات النيرف، وبحاول اني مط خارج الحزمة لحتى تأمن لي حركة سهلة للشريحة. الاغلاق دائما دائما
two layer closure على طبقتين بالهارت بلات يلي هن المخاطية الأنفية والمخاطية الفموية وبثلاث طبقات إغلاق للسوفت بلات بالإضافة للمخاطية الأنفية والفموية في عنا طبقة العضلات بالنص. وطبعا أهم نقطة وأنا بعتبرها هي مفتاح النجاح بهالعمليات كلها هي الفيرتيكال ماتريس سوتشر engaging nasal layer with oral layer. يعني الفيرتيكال خياطة فيرتيكال ماتريس بشكل إني أنا بنفس الأطباء أجمع المخاطية الأنفية مع المخاطية الفموية وأضغطهم على بعض لحتى ما يضل فراغ ويتشكل عندي ورم دموي أو يكون عامل لنكس أو لفيستولا للحالة. كخلاصة بالأخير طبعاً التوقيت المناسب لإغلاق الكليفت بالات هو بيعتمد الحقيقة على طبيعة الشق. طبيعة الشق بمعنى سماكة النسوج، حجم الطفل، الوضع العام للمريض، الصحة العامة، وطبعاً أهم شيء بيعتمد على قدرة وإمكانيات فريق العمل. يعني مثل ما حكينا كل ما كان عندي سكيلز أكثر، كل ما كان عندي أدوات أفضل، فأنا بقدر أعمل عملية ناجحة بعمر مبكر أكثر وبالتالي أحصل على نتيجة أفضل. ولكن يا ريت إنه ما نجرب أبداً نشتغل عملية بعمر مبكر ونحن ما عندنا الأدوات اللازمة أو ما عندنا المهارة اللازمة، لأنه فشل العملية بعمر مبكر يعني كارثة على جميع الأصعدة، لأنه هي بتكون سبب بسلسلة من الفشل المتتالي للعمليات التالية. طبعاً معظم الأبحاث الحديثة بتشجع على الإغلاق المبكر لقبة وشراع الحنك وبمرحلة واحدة قبل عمر السنة ونص من أجل تحسين النطق، تحسين وظيفة شراع الحنك، تحسين الناحية النفسية مع مراقبة نمو الفك العلوي من الناحية التقويمية. طبعاً هذا التكنيك، هذا الإجراء بجنب المريض تدخل جراحي تاني، بيحسن نموه النفسي العاطفي، ثقته بالنفس، حتى نموه الدراسي بالمدرسة بين أصدقاء والأطفال بشكل ملحوظ. وشكرا جزيلا لأصغائكم، بتمنى أني ما أكون كثير طولت عليكم، وبيسعدني أي استفسار أو أي تساؤل أو أي تعليق أو تداخل على المحاضرة. أنا بكون كثير مسرور سعيد بتريدوا على البوست يلي بينزله الدكتور مازن، أو إذا حدا بيحب يراسلني على الخاص أو على المسنجر أو على الفيس، أنا جاهز لأي استفسار. ومرة تانية نتشكر الدكتور مازن الحقيقة على جهوده الجبارة لرفع السوية العلمية إلنا نحن كأطباء بشكل دائم، ونبقى على اطلاع بفضله على كل شيء جديد، ويعني جهوده لعمل أكبر مكتبة يمكن عربية بطب الأسنان من ناحية الفيديوهات التعليمية والكتب والمحاضرات وشتى الإجراءات. ألف 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 شكر إليك دكتور مازن، والله يعطيك ألف عافية، وشكر كثير لكم ولحضوركم، والله يعطيكم ألف عافية.